السرعه وضروره الحزام السلامه، وهذه التجربه الثانيه ديال الطونو في حاله ما اذا السيارات قلبت لا قدر الله. هادو بجوج يبينوا على الاهميه، بالاضافه للاهميه العلميه اللي هي بروفي ومقدره تتبرز بالميدان وبالواقع على ان الحتميه ديال الحزام السلامه والانسان اذا فرط فيه فرط حياته. شكرا سي فرانسيس. شكرا لك سي الوزير. واحد السؤال سيكون قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.